رفع الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين رئيس خلية الأزمة ضد كورونا حالة التأهب في عموم المحافظة بعيداً عن المجاملات للحفاظ على أرواح المواطنين، وقرر رئيس خلية الأزمة منع دخول أي وافد قبل الحصول على موافقته الشخصية وضبط حركة تنقلات منتسبي القوات الأمنية والحشد بمنع النزول أو الالتحاق ضمن فترة الحظر، إضافة إلى منع دخول أي عائلة كانت في سفر خارج العراق إلى المحافظة مقابل تسهيل حركة مرور البضائع والمشتقات النفطية بالتنسيق مع قيادة العمليات والصحة، مشددا على تأمين عمل المخابز والأفران ومنع التجمعات العامة بمختلف المناسبات لحماية أهل صلاح الدين من فيروس كورونا.